اوه شبيبة، شركة فورد دايرة ديستوكاج مش نورمال. حبيت نبارطاجي معاكم هذا الديستوكاج تشوفوه بعينيكم. جيت هنا لشركة فورد، احد المتابعين ربي يحفظه ان شاء الله اتصل بيا قال لي راهم دايرين ديستوكاج هايل بزاف، كاينه ناس راهي قاعده تبروفيتي من هذا الديستوكاج اخطر زين. اروح ندخلو كيف كيف نشوفوا الديستوكاج تاعهم واش راه فيه. بسم الله نبداو. عندك فورد بيما هنا في الدخله ديريكت، كاينه فورد بيما، شوف الله يبارك. السيارة هذه تمشي بالسوبر ايطانول. خوتي اللي ما يعرفش ليطانول هذا، هذا ارخص من المازوت وارخص من الليسانس. سيارة جديدة تمشي بالنيطانول، شوفوا البري تاعها شحال كانت وشحال راهم داروها. كانت تسوى ب 31 الف اورو 700، ردوها دير ب 28 الف اورو و250. تسمى داروا لك بروموسيون تاع 3400 اورو. في واش؟ في سيارة فورد بيما. الله يبارك، هاو الشكل تاعها. مش نورمال، الشكل تاعها زين ياسر. ها ليك ربي يبارك ما شاء الله. شوفوا الانتيريور تاع السيارة، ها هو ليك. الله يبارك، لا بكل صراحة روعة. أنا ما نكذبش عليكم، نقولها لكم ونعاودها لكم للألف للمرة الألف، سيارات فورد راهم خير حتى من سيارات أوبل. أنا دو بريفيرونس لو كان جابوا لنا سيارات فورد خير من اللي جابوا سيارات أوبل للبلاد. نروحوا نشوفوا الفورد فوكس، شوفوا الله يبارك فورد فوكس. ثاني روعة السيارة هذه، عندك الكوفر كبير ربي يبارك، ها إن شاء الله يبارك. ليكون في علمك خاوتي رانا اليوم يوم الجمعة، التخفيض هذا داروه البارح واليوم وراح يقعد حتى الغدوة السبت، سي بور سا طلعت لكم الفيديو اليوم بعد الصلاة. على جال واش؟ على جال باش تشوف بعينك واللي انتيريسي يروح يتقرب ويشوف. هاي ليك الانتيريور تاع الفورد فوكس، نروحو نشوفو البري تاعها شحال راه داير. هاي ليك الاحتفال على واش راهم دايرين هذا الديستوكاج، راهم يحتفلوا بالسنة ال 120. هاي ليك السيارة كانت تدير ب 33 ألف أورو و400، رجعوها تدير ب 28 ألف أورو و400، داروا فيها تخفيض تاع 5000 أورو تقريبا. هاي ليك قدامك الورقة، شتوها؟ هاي ليك الفورد فوكس الجديدة روعة. هاي ليك فلاكولار حمراء ثاني باينة زين كاع، الله يبارك ما شاء الله. دايرين فيها الحمراء هذه، دايرين فيها تخفيض تاع 5800 اورو، 5800 اورو. هاي كانت تدير ب 38 و600 ولا تدير ب 32000 اورو 700. كي تقول لي يا مبولحي هذه واش فيها موتور واش فيها امورات، نجيبك ديريكت نقول لك السياره هذه راهي ايبريد. هاي اللي قدامك ايبريد، السياره ربي يبارك ما شاء الله، بواد فيتاس مانيال سيزيام فيتاس. هذو لي زانفورماسيون تاع السياره، شوف وربي سهل. كاينه هذه ثاني فورد فوكس واحدة أخرى، هاي اللي قدامك. السيارة كانت تدير ب 33000، حطوها ب 28000 أورو، داروا فيها تخفيض تاع 5200 أورو. فورد فوكس خاوتي سيارة روعة، سيرتو كي تعود تهضر على السيارة جديدة وأول واحد راح يسوقها أنت، معناتها خمم مليح. هاي ليك ربي يبارك ثاني فورد، هذه عقلية الـ هذه عقلية الـ البورش الله يبارك. السيارات الأمريكية يا خويا، اللي يقول لك نكسب اكسب السيارات هذو من بعد نحكم. شوفوا الله يبارك كدير ب 51000 اورو، رجعوها دير ب 44000 اورو 500. ها هو ليك التخفيض تاعها 6500 اورو خاوتي. ها هي ليك هنا ثاني سي كيف كيف الفورد فيستا، فورد فيستا ثاني دايرين فيها تخفيض تاع 3000 اورو، كانت تدير ب 27000 اورو 300 ولا تدير ب 24000 اورو و300. شوف الله يبارك. ها هي ليك ثاني هذه تباعت خلاص لهم الله يعلم، بس ما يمنعش انك تشوف. كاين هذا البابور ربي يبارك باخره، شوف الله يبارك فورد سياره عائليه روعه، شوف الله يبارك ما شاء الله. شوف حاله والله غير حاله الله يبارك، كاميرا 360. نروحوا نشوفوا هذه الحاله، هذه دايرين فيها بروموسيون تاع 7000 اورو، كانت تدير ب 105000 اورو ولا تدير ب 98000 اورو. شوف الله يبارك لي جونت كيفاش. نروحوا نشوفوا الانتيريور تاع هذا السياره، 7 مقاعد شاء الله يبارك. طلقة ليكرون كيفاش، لي سياج تاعو حاضر كيفاش دايرين، حاجة مش نورمال. هذه لاريير تاعها من هي، عندك 7 مقاعد الله يبارك ما شاء الله. هاو التحكم عندك هنايا، شوف الله يبارك ما شاء الله، الله يرزقنا وإياكم خاوتي. السيارات الزينين هذون الكو تاعهم وحده، شوف ربي يبارك لاريير تاعها كيفاش دايرة هذه السيارة. ما شاء الله يبارك ما شاء الله روعة. وكاينة سيارة أخرى اللي عجبتني ياسر ودايرين فيها تخفيض مش نورمال، دايرين فيها تخفيض تاع قريب 17000 أورو.
راح نشوفوا هذه الخوجة ومن بعد راح نشوفوا الأخرى. هذه خاوتي كانت تدير ب 46000 أورو، رجعوها تدير ب 36000 أورو، داروا فيها رميز تاع 10000 أورو. تعرف ما تاع 10000 أورو، رانا نحكوا على 220 مليون رميز. إن شاء الله يا ربي في القريب العاجل نشوفوا هذه الحوايج في بلادنا. شوف الله يبارك، مام الشكل تاعها هايل، تشبه ياسر البورش كايان. نروحوا نشوفوا من الجهة اللي من هيه البورش اللي قلت لكم دايرين فيها تخفيض زين، وبعدها ديريكت نروحوا نشوفوا لوكازيون، نروحوا نشوفوا البارك اوكازيون تاعهم. عباك باللي هنا في فرنسا لو كان تعود تعرف تبروفيتي غير من هذه الحوايج تاع لي بروموسيون، تشري تعرف واش من وقت تشري فيه سياره بالنسبه للناس اللي تشري السيارات الجديده. ها هي وين ربي يبارك، ها روح تشوف الميستونغ هذا كيف راهم دايرين فيه بروموسيون. كاين هذا، ها هي ليك كاين هذا ما وريته لكمش. شوف الله يبارك، دايرين كاتبين فيه دي ستوكاج هكذا كيما راكم تشوفوا. السياره كانت تسوى ب 30000 اورو، ردوها دير ب 25000 اورو. ها ليك ايكو سبور زينه، ميم لانتيريور تاعها الله يبارك، لي سياج اون كوير. ها ليك و لانتيريور تاعها مش نورمال خاوتي. ها وين لانتيريور تاع السياره، صراحه زينه. هاي ثاني وحده اخرى بيضاء دايرين فيها تخفيض تاع 4400 اورو. ها كانت 28800 داروها ب 24300. وقبل ما نروحوا لوكازين نوريكم الميستونغ هذا، شوفوا الله يبارك في الالكتريك شحال داروا فيه تخفيض. ها هوليك ميستونغ الكتريك 100% مش نورمال. السياره هذه كانت تدير 59000 اورو و700، رجعوها تدير ب 42000 اورو و900، دايرين فيها تخفيض تاع 17000 اورو تقريبا. ها اللي قدامك نشوفوا السياره هذه كيفاش دايره من الانتيريور. عندك الباب تاعها هاو يتفتح غير هنا هكذا قفله يتفتح هوب يعطيك لاكسي للباب تجبد منه. ان شاء الله يبارك. وعندك تعود خارج ها هي وين الفتحه ثاني هنايا هكذاك فتحه ما شاء الله. راكم تشوفوا في اللمسه، شوفوا الداخل الميستونغ الكتريك كيفاش هاو داير من الداخل. روحوا من جهه الشوفير. اصبر تشوف شوف شوف كي تفتح هاي ليك تكليكي هنا اب تعطيك فتحة على الباب. ان شاء الله يبارك لي تساع، الله يبارك. شو اللي تساع لي تساع لي تساع لي تساع، راني نقول لك حتى تتحير. هاي ليك الميستون كيفاش هاي دايره، الله يبارك ما شاء الله روعه صراحه صراحه روعه. لي شارجور سون فيل، عندك تليفون اللي حط يتشارج كلش. قول لي تشري سياره بهذا السومه ما فيهاش هذه الحوايج محمد ما تمسخرش بينا. الفايده وخاوتي نروحوا نخرجوا لبرا نشوفوا واش راه كاين سيارات في لوكازيون. شوف لاريير تاعها الله يبارك تحفه. نروحوا نخرجوا لبرا نشوفوا السياره تاع لوكازيون. وهنا خاوتي هذا البارك تاع لوكازيون تاعهم. هنا في البارك تاع لوكازيون كي سقسيته واش قال لي، قال لي السيارات كاع اللي راهم في البارك هنا قدامك فيهم تخفيض بداية من 500 اورو، سا ديبون على حساب السيارة تعيط له ويشوف لك يقول لك هذه شحال فيها تخفيض. كيما انا كي سقسيتو درك واش قال لي، قال لي تخفيضات تاعهم يبداو من 500 اورو. هنا في هذا البارك واش راهم دايرين، راهم قافلينو، راهم قافلينو، قافلينو منا قافلينو منا ما تقدرش تدخل. راهم دايرين بلاك هي في الدخلة تاع الباب كاتبين فيها فونت بريفي، معناتها ماشي نيمبورت كي يجي يدخل، وشنهي انت كي تحب وتعود قاصد باش تجي تشوف السيارات تدخل عادي. نبداو نشوفوا اسعار بعض السيارات هنا. كاين فورد بيما، فورد بيما ها هي اللي قدامكم، لاني تاعها 2020 سبتمبر ماشيه 12000. السياره هذه محرك تاعها 125 ايسونس سون بلون، راهم حاطينها ب 27000 اورو و500، 27000 اورو و500. كاينه فورد بيما جوز قدامها هنايا راهي دير ب 22000 اورو و100، لاني تاعها 2021. السياره لا توت اوبسيون، سياره ناقص منها طوا ماهيش كيف كيف، هذه ماشيه 30000 فيها محرك ثاني 125. هاي ليك ثاني سي كيف كيف، هذو كاع اللي تشوف فيهم فيهم تخفيض. هاي ليك واحده اخرى 21000 اورو، لاني تاعها 2021. هاي ليك لاني تاعها 2021 ماشيه 36000 حاطينها ب 31000 اورو. كانوا هذو اسعار بعض سيارات بيما. نروحوا من هنا نشوفوا فيستا، هاي ليك فورد فيستا. كاينه هذا الحمراء هنا كيما راكم تشوفوا فيها 2022 نوفمبر ماشيه 5000 كيلو، حاطينها ب 18000 اورو 800، 18000 اورو و 800 زيد. كاينه هذه جوست اللي حذاها هنايا دايرينها ب 8000 اورو 400، كاينه هذه اللي منا دايرينها ب 13000 اورو. تسمى كاينين كاينين سيارات تشوف على جوستوك. روحوا نشوفوا اسعار سيارات
فوكس فوكس يا ودي، ثاني سيارة ما شاء الله، سيارة شغل كيما نقولوا حنايا في الكاتيجوري تاع الجولف 7 والسيارات هذوك الكبار شوية، نشوفوهم كيف كيف. هاي ليك فورد فوكس، انا تعجبني الفورد فوكس خاوتي، تعجبني سيرتو الجديدة هذه هايلة. هاي ليك ربي يبارك ما شاء الله. فورد فوكس، فورد فوكس هذه لاني تاعها 2019 ديسمبر 2020 خاوتي، ب 19000 اورو، فيها محرك ايسونس هاي وين ب 19000 اورو و700 زيد. كاينه هاي وين واحده اخرى حداها ماهمش دايرين فيها البري، كاينه واحده اخرى الجريني من هي، اصبر نشوفهم منها واش راه كاين. كاينه فورد فوكس واحده اخرى راهي لهيه في الجديده، نروحو نشوفوها بشحال دير، باه هكذاك نفوتو نروحو نشوفو سيارات اخرى. هاي ليك شوف الله يبارك كيفاش دايره، 21000 اورو 600. شوف الله يبارك لي جونط ولا لياج، الله يبارك ما شاء الله. هاي ليك لي جونط ولا لياج، السياره هذه ماشيه 42000، 2020 21000 اورو 600، الطوا اوفرون ما شاء الله زينه. راح نشوفوا حاجه واحده اخرى اونكور دو بريباراسيون، هذه كيف كيف مازال يبريبارو فيها. كاين السياره هذه وش من السياره، هذه فورد بي ماكس فيها طوا بانوراميك، سياره 2018 ماشيه 76000، حاطينها ب 12000 اورو، 12000 اورو اللي هي حوالي واحد 250 مليون جزائريه. بي ماكس سياره زينه، سياره زينه ياسر ربي يبارك. كاين سيارات عائليه هام هنايا 7 مقاعد، كاميرا 360، شوف الكاميرا وراها مبازيه في القدام هنايا. هاي ليك السياره هذه فيها محرك 2 لتر ايكو بلوز 150 شوفوا خاوتي، السياره هذه ديزل 27000 اورو 500، لاني تاعها 2020، الله يبارك ما شاء الله. كاينه هذه ب 23000 اورو، 23000 اورو السيارة هذه اسمها الاس ماكس، سي كيف كيف محرك في الديازيل لا 2 لتر 150 شوفوا خاوتي 2019 اكتوبر، الله يبارك صراحة الله يبارك خاوتي. كيما كنتم تشوفوا هذو اسعار السيارات المستعملة تاعهم، سي كيف كيف دايرين فيهم التخفيض، وكيما كنتم تشوفوا لداخل ربي يبارك ما شاء الله الحفلة اللي راهم دايرينها. لا صراحة حاجة ما شاء الله، حاجة بيناتنا زينة، انا عجبني الحال ياسر ربي يبارك. كي تشوف مناظر كيما هكاك لا والله غير هايلة، الواحد ما يقول كلمة الحق يا خاوتي. نتمنى ونشوفوا هذه المناظر في الجهة اللي رانا شاتين نشوفوها، ما الواحد ما يدخلش في حوايج خاطئين ولا في حوايج يلعبوا له بالمستقبل تاعو، واش هي نتمنى والله نتمنى ونشوفوا هذه الصوالح في بلادنا من الاخر، باش تدخل الشوروم هكذاك تلقاها مزهيها لك بلي بروموسيون اللي ماهمش نورمال، عباك باه يدير لك تخفيض في سياره كيما هكذاك تاع 16000 اورو 17000 اورو اللي هي حوالي قريب 300 400 مليون جزائريه، راه يقولها غير الفم، راه يقولها غير الفم. ان شاء الله في القريب العاجل نشوفوا لي ميزون فورد عندنا معمرين، وانايا شخصيا راني نهضر كيما هكذا خاطر بيناتنا فورد راها خير من اوبيل، فورد راها خير من اوبيل ببعيد. وخلونا رايكم في التعليقات خاولي، خلونا رايكم في التعليقات، خليكم على خير ونتلاقاو في ساعة زينة ان شاء الله. سلام.